أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نبذ الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرى. حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش
وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قول لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو شديد العقاب للطول لا لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم الفاتحة.